طيب فكده ده كده انا جهزت كل حاجه، انا كده جهزت كل حاجه لقبل ما نبتدي الشغل. تعالوا كده نروح لملف الوورد نشوف احنا دلوقتي في انهي خطوه. تمام، تعالى بقى. ادي ملف الوورد اهو باين قدامنا، احنا وصلنا لحد هنا، وصلنا لحد اللي احنا عملنا كرييت سبيسيفيك فيو فور ايتش سيستم. تمام، عملنا فيو لكل سيستم، يبقى احنا كده واقفين عند اللقطه دي. خلاص الفيو لكل سيستم ده اللي انا عملت فاير فايتنج وعملت درين وعملت اتش فاك وعملت بلم. خلاص، وكل فلتر وكل فيو بقى فيه الفلتر بتاعه اللي بيبين انت ايه اللي بيبان وايه اللي ما يبانش. ده كده كله عملته، فاحنا كده ماشيين تمام. طيب دلوقتي داخلين بقى على الخطوه الرئيسيه بقى بتاعتنا اللي هي المودلنج. خلاص، دلوقتي داخلين على الخطوه الرئيسيه اللي هي المودلنج. طيب المودلنج دي بقى انا دلوقتي هعمل مودلنج للاتش فيك، بعدها اعمل موديلنج للبلامنج اللي هو الووتر سبلاي، بعدها اعمل موديلنج للفاير، وبعد كده الدرين، بعد كده الكهرباء. طيب تمام، ابتدي موديلنج كده للحاجات دي. بس خلي بالك من حاجه بقى، انا دلوقتي لما اجي اعمل موديلنج في الحقيقه بقى، انا عشان بس بشرح لكم، فانا هعمل واحد ورا التاني، يعني هعمل اتش باك، بعد كده البلامنج، بعد كده الدرين، بعد كده الفاير، بعد كده الكهرباء. ماشي، انا شغال ورا بعض، لكن في المشروع الحقيقي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل اللي احنا بنعمل موديلنج كله في وقت واحد، كل قسم بيعمل موديلنج بتاعه في وقت واحد. يعني ايه؟ يعني خطوة الموديلنج دي كل الاقسام بتبتدي تعمل موديلنج مع بعض. خلاص؟ يبقى ده كده اللي بيحصل في الحقيقة، في المشروع الحقيقي. لازم كلنا نعمل موديلنج مع بعض، يعني كلنا نستارت الموديل في وقت واحد، وكلنا نتفق اللي احنا هنخلص الموديل في وقت واحد. ليه؟ علشان لما نيجي نعمل كوردينيشن، نعمل كوردينيشن كلنا، ما هو برضه لازم نعمل كوردينيشن كلنا، لازم ننسق ما بين السيرفيس كلنا مع بعض. خلاص؟ يبقى الموديل والكوردينيشن دي الملحوظه بس بتاعتها اللي التيمز بتشتغلهم كلهم في وقت واحد. كلنا بنعمل موديلنج في وقت واحد، كلنا بنعمل كوردينيشن في وقت واحد. يعني كلنا بنحل كلاشاتنا مع بعض في وقت واحد. خلاص؟ تمام؟ فهو ده اللي احنا هنبتديه دلوقتي. طيب انا ملاحظ ان الموديلنج جواها 3 خطوات. اولا بانسيرت الكاد. لو انا عندي دي خطوه اوبشن، يعني ده اوبشن ماشي، ده مش الزامي، اوبشن. تمام، طيب يعني ايه مش الزامي؟ يعني انا دلوقتي ممكن ابتدي من ديزاين، احنا طبعا مكتب فني، فطالما احنا مكتب فني يبقى احنا عندنا ديزاين درون. خلاص، يبقى احنا الديزاين دي هننسرت الديزاين جوه الريفت علشان نطلع منه 3 دي. خلاص، عشان ايه؟ عشان نطلع في الاخر شيتس اللي هي الشوب درون. تمام، فانا طيب لو انا مش مكتب فني، لو انا استشاري عادي، وارد برضو ان انا ابقى استشاري. هنا هعمل انا فروم سكراتش، يعني هرسم انا بقى، هعمل موديلنج فروم سكراتش، مش لازم بقى اعمل الخطوه دي. يبقى الخطوه دي بالنسبه لي هتبقى اوبشن. خلاص، يبقى عرفنا انا قايلها اوبشن ليه؟ قايلها اوبشن لان انا يا اما يبقى عندي ديزاين واطلع منه شوب دروينج، في الحاله دي ادخل الديزاين وابتدي ارسم عليه، يا اما ما عنديش ديزاين وابتدي انا فروم سكراتش اعمل الديزاين بتاع الريفت. فالاثنين واحد كموديلنج، يعني الخطوات اللي انا هعملها الوقت دي هي هي لو انا بعمل التصميم، هي هي بالظبط، مش هتفرق اي حاجه. خلاص، طيب تعالى بقى نبتدي باول خطوه اللي احنا بننسيرت الكاد، وبعد كده حاجه اسمها انسيرت ريكوايرد فاميليز. يعني ايه؟ يعني الفاميليز اللي مش عندي هدخلها، دي هنشوفها برضو بالتفصيل. ثالث خطوه بقى اللي انا ابتدي الموديلنج نفسه بقى. طيب تعالى بقى نشوف كده واحده واحده.